أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة، سؤالي الأول عن الآية الكريمة، ما معناها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ إلى الأرض. نعم، هذا الله جل وعلا ينزل الأمر من السماء بواسطة الملك من الملائكة إلى الأرض، ينفذ في الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، تنزل أوامره ونواهيه وأحكامه سبحانه على عباده، أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية كلها تنزل من عند الله عز وجل إلى الأرض بإذن الله. نعم.